كنت أريد أن أسأل الإمام عن حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، أي حديث تقصد؟ الحديث الذي يروى في الظلمة وعوانهم، أهو صحيح؟ الأحاديث عن الظالمين أكثر من أن تحصى، ومنها الحديث الصحيح. حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة: أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يرد علي حول. هل أنا من أعوان الظلمة يا أبا عبد الله؟ لا، لست من أعوان الظلمة. أعوان الظلمة من يصلح لهم شعرهم ويغسل لهم ثيابهم ويطهو طعامهم. أعوان الظلمة من يساعدهم في شؤون حياتهم. يا صاحب السجن، لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم.